راهي 40 راس، واذا كان البقر 30، وبالنسبه للابل 5، اذا عنده 5 نقاد يخرج نعجه، وتتغير قيمه المخرج بقدر ما يزيد له. فالنصاب هذايا هو في الحقيقه معيار يفرق فيه من نظره الاسلاميه بين الغني والفقير، او بين الغني وغير الغني باعتبار انه فما المتوسط. يعني احنا في المنظار الشرعي اذا كان انسان ملك نصابا فهو غني، هذاك علاش لو احنا عام السنه تقريبا 16 مليون النصاب. فاذا كان انسان قاعد يخدم عنده 5 ملايين 6 7 نهار اللي هو عنده 16 مليون يسجل لك التاريخ هذاك بالتاريخ الهجري، ويمكن تسمية ذلك التاريخ تاريخ دخوله في الأغنياء. فإذا كان المبلغ هذاك قاعد مستقر وإلا زاد، يولي من بعده عام مباشرة عنده هنا ملك نصابا وحال عليه الحول واللي خرج عليه الزكاة. إذا كان رجع طاح وصلت 16 مليون بعد رجعت 10 مثلا ولا رجعت 12، يولي التاريخ هذاك يفسخ وينسان ويعاود يترصد مرة أخرى وقتاش يرجع يوصل لك النظر. فعلا هذا نقول احنا فتحنا القوس باش نفهم واش معناه النصاب. نصاب يعني هو مقدار معين من المال سواء كان بفلوس ولا ماشيه ولا نعمه، يعني ينظر فيها ينظر لصاحبها على انه غني من منظار شرعي. والانواع الثلاثه هذه بتاع الزكاه يعني فيها يختلف الحكم فيما يتعلق بالنصاب. بالنسبة لزكاة المال الفلوس ولا الذهب لابد أن يحول الحول على النصاب، يعني كال 16 مليون هذوكم فما فوق لازم يدور عليهم عام. هذاك علاش قلنا إذا كان هبط على 16 مليون يولي كالتاريخ هذاك يفسخ ويبقى يستنى مرة أخرى. مثلا هو نقولوا احنا في شهر رمضان ولات عنده 16 مليون يقعد يستنى لرمضان الجاي، عمل لك وصل لشهر محرم ولا 10 ومن بعد وصل رمضان اللي بعده وصل 16 مليون، ما نقولوش هو البدايه 16 واخر 5، لا هو وقت اللي ولا 10 وقتاش رجع ولا عنده 16 ومن وقتها يعاود يحسب مره ثانيه، لان الحول لابد ان يحول على النصاب كاملا. هذا عكس زكاه الماشي. نجاوبوا لدينا ان شاء الله تنكملوا. يختلف الامر يعني فيها في علاقه بالنصاب. بالنسبه لزكاه المال لابد ان يحول الحول على النصاب، يعني كل مبلغ هذاك المقدار 16 مليون فصاعدا اللي هي قلنا 20 دينار شرعيا لازم يدور على النصاب العام كامل. فاذا كان نقص المبلغ هذاك خلال العام يولي يقعد يستنى وقتاش رجع على المبلغ وصل مثلا 16 مليون ومن ثم يحسب العام نتاعو. في زكاه الماشيه لا، في زكاة الماشية اللي هي الإبل ولا البقر ولا الغنم اللي فيها المعز والظأن،
هنا لا يشترط أن يحول الحول على النصاب، بل يشترط حولان الحول على الأصل. يعني مثلا إنسان بدي في رمضان هذايا شري كما نقولوا 5 نعجات وبدي يخدم بهم كما نقولوا، بداوا يبذروا كذا ويولدوا، ما خلط رمضان الجاي نتاع عام 46 إلا هو عنده 40 نعجة، يخرج زكاة ولا ما يخرجش؟ يخرج. يقول لك لا تاني تاني قبل شهر كانوا عندي 35، هل 40 هذوما ما دارش عليهم العام؟ نقولوا لا هذاك في الفلوس، لازم العام يدور على النصاب، اما في زكاة الماشية فالعام لازم يدور على الاصل، ولو انت بديت في بداية العام بنعجة واحدة. واضحة المسألة ولا؟ ففي زكاة المال لابد ان يحول الحول على النصاب، في زكاة الماشية لابد ان يحول الحول على الاصل. وفي زكاة الحرف ليس هناك حول. وآتوا حقه يوم حصاده. انت زرعت نهار اللي تحصد خش لا، يعني هل في زرع خلي يدور عليه عام ولا يدور على النهار اللي تحصد؟ طبعا مش المقصود اليوم يعني تحديدا، وانما المتعارف عليه يحصد ويكمل ويلم يعني كذا وبعدين يخرج. فبمجرد ملك النصاب ولو لم يحل عليه حول فتجب عليه الزكاة. أو هذه في الزكاة العامة، لكن المشترك بين الثلاثة وأنه لا يؤمر بالزكاة إلا من ملك نصابا. وفي المال قلنا لابد أن النصاب يحول عليه الحول، في زكاة الماشي لابد يحول الحول على الأصل، وفي زكاة الحرف ليس هناك حول بل يشترط ملك النصاب فقط. بالنسبة لزكاة الفطر لا يشترط نصاب ولا يشترط حول. الشرط الوحيد هو أن يكون الإنسان قادرا على أدائها ولا يحتاج لثمنها في يوم عيده. واضح المسألة ولا؟ يعني إذا كان إنسان عنده مقدار زكاة الفطر وهو مش يخرج نهار العيد مش يقعد بلاش، هالإنسان هذا ايش نقولوا؟ هذا لا تجب عليه زكاة الفطر. واضح المسألة ولا؟ أما إذا كان هو يخرج زكاة الفطر وعنده باش ياكل وباش يمشي أموره نهار العيد فتولي تجب عليه زكاة الفطر. هذه فيما يتعلق بحكمها الشرعي. والعلماء على أنها داخلة تحت عموم قول الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يعني هي داخلة تحت عموم الأمر بالزكاة. وإن كان هناك من يقول إن زكاة الفرض نسختها يعني وبقات على الخيار، هذا قول يعني شاذ وقليل. المشتهر عند الأئمة الكرام أنها واجبة على من قدر عليه. متى تجب؟ تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، سواء كان 29 وإلا 30، هذا وقت وجوب. وهناك من الفقهاء من قال إنها واجبة بطلوع فجر يوم العيد. واختلاف الأئمة في المسألة هذه، يعني هل زكاة الفطر مرتبطة بانتهاء بعبادة الصوم وانتهائها، أم أنها مرتبطة بيوم العيد؟ فاللي يربطها بيوم العيد قال واجبة بطلوع الفجر، واللي يربطها بانتهاء الصيام قال واجبة بغروب الشمس. فما مقدار متفق عليه بين الأئمة الكل بين القولين، اللي هو إذا كان شخص مازال ما تولدش قبل يعني تولد بعد العيد، هذه لا تجب في حقه زكاة فطر باتفاق الأئمة. برشا ساعات أمهات تجي تسأل تقول لك أني حبل في شهري ولا كذا مش يخرج زكاة الفطر، وهل الجنين هذا يهون وحي ونفس يعني كاملة وإلى آخره مخرجوا عليه زكاة فطر ولا لا؟ لا ما تخرجش عليه زكاة فطر. وإلا لا قدر الله كيف إذا كان إنسان توفى قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان، لكن الإنسان هذاك كذلك لا تجب في حقه زكاة فطر. تحب تتصدق من باب إيصال الثواب، من نية إيصال الثواب لك الميت هذاك من مطلق الصدقة، أي نعم. أما مش تتعينها زكاة فطر لا تشرع إلا في حالة واحدة. شنو هي الحالة الوحيدة؟ يعني يبدأ الإنسان يتوفى ويخرج عليه زكاة فطر. إذا كان قد حرزها ووضعها جانبا يعني وعينها لزكاة الفطر. هو مثلا جاي كما نقولوا في العشر الاواخر من رمضان، سواء مش يخرجها فلوس ولا مش يخرجها نعمه، وصى زوجته ولا كذا قال يحط هذيك على جنب، هذيك زكاة الفطر وقت يعني يجي كما نقولوا ليله العيد ولا كذا تخرج زكاة الفطر حطها على جنب، وهز ربي امانته قبل ما يخلط هو للعيد، فهذه تخرج عنه يعني تلك الزكاة اللي هي زكاة الفطر. كذلك يعني بعض الناس يتوهم ان زكاة الفطر متعلقة فقط بمن صام رمضان، لا،
سواء صام رمضان أو لم يصوم، سواء كان كبيرا أو صغيرا، فكل نفس منفوسة موجودة في ذلك الوقت وقت الوجوب تجب في حقها الزكاة. والعلة اللي ذكرت أنها طهرة للصائم وطعمة للفقراء، هذه جمع على الأصل الغالب الأكثر يعني في المسلمين أنهم مأمورون يعني بزكاة الفطر. ونرجع هنا الحديث سيدنا عبد الله بن عمر يقول فيه، قال رسول الله، قال ابن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من شعير على كل حر او عبد ذكر او انثى من المسلمين. هذه روايه الامام مالك في الموطأ، وهناك كذلك روايه اخرى ذكر فيها قال كبير او صغير. هو في رواية أخرى وهذه كذلك ذكرها الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على كل نفس من المسلمين، حر أو عبد أو رجل أو امرأة، صغير أو كبير، صاعا من تمر أو صاعا من شعير. رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه. هذا هو فيما يتعلق بحكم الشرعي، وكذلك يعني على من تجب زكاة الفطر. تجب على الإنسان في حق نفسه وفي حق من تلزمه نفقتهم من زوجة وعيال وأب وأم فقيرة. والعيال يعني إذا كان عنده بنات ولو تكتب صداقة، لكن إذا ما زالت ما روحتش للرجل تبقى هي في عودة البي. والأبناء إلى أن يصيروا قادرين على بالغين قادرين على الكسب، مع العلم أنها عبادة مالية تجوز فيها النيابة. ساعات تلقاها ببي وبمرته وصغاره، ولكن الحنين الكبير يقول أنا نحب نخرج على الناس الكل، يجوز. النيابة في العبادات المالية المحضة تصح فيها يعني من غير حرج. المفيد خرج سواء هو إلا يعني غيره به. هذا فيما قلنا. ايوه، ثم بعض الناس يسال السؤال هذا، يقول لك اني مشيت ضيف هذا شخص، ساعات يقعد حدا ضيف رمضان كامل هو ياكل معه، سواء كان صديق ولا من الاقارب ولا غيره، يقول لك راني طول رمضان كله ناكل معاه، لازم هو يخرج زكاه الفطر تاعتي. تو ودي تو كليت الماكله نتاعو تزيد حتى تحط زكاه الفطر تحب تبلعها في راسه. لا، هو لما اطعمك او انفق عليك ليس من باب الوجوب بل من باب الاختيار. فأنت مشي تضيف ولو قعدت رمضان كامل حداه ولا اشتر رمضان إلى آخره. واحد يسأل قال رمضان في فرنسا اشتر عدا بحد أخوه، اشتر فيني بحد أخته. قلت له شنو تحب معناها أخته تدفع اشتر وأخوه يدفع اشتر. هو عنده فلوس قادر ولا قادر من يخرج زكاة الفطر نتاعو على روحه. اللي يتكلم عليها قبل هذا العبد المملوك اللي هو يكون خادم لك الإنسان، هذا يكون هو بطبيعته ينفق عليه الضرار. يعني وجوب، فهذا كيولي يخرج عليه زكاة. احنا في زماننا ما عادش عندنا يعني رق، ما عادش فما يعني عبيد. هذا يتو في من قلنا تلزمه نفقته. المسألة الموالية قلنا هذه حكمها وقت وجوبها حكينا عليه. ايوه، السؤال اللي يطرح ديما السؤال التقليدي كل عام نقول فيه ونعاوده، يعني ما حكم إخراج القيمة؟ هل نعم، ما حكم اخراج القيمه؟ يعني الفلوس خرجوها نعمه ولا خرجوها قيمه؟ نزل الفلوس المساله هذه فيها اختلاف بين المجتهدين وبين الائمه الكرام، هو الاختلاف بدا حتى من قبل ظهور المذاهب الفقهيه. ومع العلم راهي ثم نقطة مهمة برشا، هناك فرق بين مذهب الإمام مالك رحمه الله وبين قول الإمام مالك. فمذهب الإمام مالك ليس عبارة عن أقوال مالك فقط، وكذلك المذهب الشافعي ليس عبارة عن أقوال الإمام الشافعي فقط. فكم من مسألة يفتى فيها في مذهب الشافعي على غير قول الإمام الشافعي، قرابة 20 مسألة في مذهب الإمام الشافعي يفتى فيها على قول الإمام النووي. عدد كبير من المسائل في المذهب المالكي يفتى فيها على قول ابن القاسم ولا يفتى فيها اللي هو تلميذ الامام مالك
ولا يفتفيها على قول مالك. هذه باش ما يجيش بعض الناس يقول لك لا هو الامام مالك قال كذا وكذا فبناء عليه هو المذهب المالكي قالوا كذا وكذا. لا، صحيح المقرر ان الامام مالك رحمه الله قال تخرج يعني من غالب قوت اهل البلد ولا تخرج ولا تصح القيمه، لكن المحققين بعد ذلك والمجتهدين في المذهب نظرا لتغيرات الزمان فاخذوا هذه المساله على مذهب ابي حنيفه. قبل المذاهب الاربعه احنا نجيو زمان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الروايه اللي ذكر فيها اللي ذكرها النبي عليه الصلاه والسلام ذكر فيها اربع اصناف. يعني فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاه الفطر يعني صاعا من شعير او صاعا من تمر او صاعا من زبيب او صاعا من اقط او اقط او اللبن المجفف فرماج يعني. ف طاسة وقعر، الصاع طاسة وقعر بالطاسة التونسية نتاعها، معناها طاسة وربع، يعني تمشي بالكيل ما تمشيش بالوزن، لأن الأشياء يختلف الوزن نتاعها، باهي، فذكرنا الأربع أشياء هذه. في زمان سيدنا عمر رضي الله عنه دخل نوع آخر وصار مستعمل كثيرا عند أهل المدينة اللي هو البر أو القمح، كانوا يسميوها سمراء الشام، لكن ثمنه كان باهظ. كان غالي مقارنة بالشيء. فسيدنا عمر رضي الله عنه أفتى وقال قال من أراد أن يخرج من البر فليخرج نصف صاع. هذا يقول سيدنا عمر بن الخطاب باعتبار أن قيمته شنيا غالية مقارنة بالشيء. بعد نزيدوا نقدموا شوية نوصل لزمان سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقتها يعني أرخص الله نوعا ما في ثمن البر، طاحت القيمة نتاعه وصار قريب من الشعير، فقال سيدنا علي رضي الله عنه إن الله قد أرخص لكم يعني في القمح، فمن كان مخرجا زكاة فطره برا فليخرج صاعا كاملا. مش من باب أنه يعني جعل فتوى سيدنا عمر رضي الله عنه يعني خاطئة، لا، ولكن بسبب أنه تغيرت الزمان وتغير يعني الثمن فرجعها يعني للأصل اللي هو صاع، فولادي أما صاع من شعير ولا صاع من قمح. من بعد نوصل زمان عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، وطبعا الخليفة العادل المعروف من خلفاء بني أمية، هو تقريبا اعدل من كان يعني في اولئك الامراء ومعروف يعني حاله اشهر من نار على علم. فعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه الله اجاز ان تخرج في زكاه الفطر القيمه يعني الدراهم. قال خرجوا شنو؟ دراهم والا خرجوا صاع من غالب قوت اهل البلد. يعني هذه أقدم فتوى موجودة في الموروث الإسلامي فيما يتعلق بالقيم. وروى عمر بن عبد العزيز كان من الفقهاء السبعة في المدينة، يعني بقطع النظر أنه كان أميرا للمؤمنين وبقطع النظر على موضعه يعني السياسي، هو كان من كبار المحدثين ومن كبار الرواة ومن كبار المفتيين والعلماء في ذلك الزمان. ولو كانت فتواه يعني خارقة يعني ومعارضة لأصول ديننا لما وافقه عليها يعني أهل العلم في ذلك الزمان. والسر في هذا التغير الزمان، لأنه في ذلك الزمان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام في زمن الصحابة يعني كانت مسألة الإنفاق تنصرف أول ما تنصرف إلى الإطعام. الدراهم لم تكن يعني والدنانير لم تكن رائجة بكثرة، كانت قليلة وشائعة جدا. احنا في الزمان اللي مش بعيد علينا تو كانوا يهز كعب عظم ويمشي حاجه مش عارف يعطيه حار عظم وياخذ من عرش قمح ولا ياخذ كذا كذا، هذا في الزمان اللي معنا اللي يسقي فيها. وحتى الدنانير والدراهم اللي كانت موجوده ما كانتش تضرب في دار الضرب عند المسلمين، كانت دنانير ودراهم جايه من بلاد فارس ولا جايه من بلاد الروم، ماهيش من خدمة العرب، حتى فيها يعني رسوم ولا صور يعني ملوكهم إلى غير ذلك. في زمان الدولة الأموية أنشئت دار الضرب وصار المسلمين عندهم سكة يعني وعندهم الدنانير والدراهم، وانتشرت نوعا ما مقارنة بالزمن السابق واقتحمت يعني السوق وصار يستفاد منها كما يستفاد من الطعام. احنا على ذكر أنه الإنفاق ينصرف إلى الإطعام، كي نرجع لسورة ياسين إيش قال المولى عز وجل؟ وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنه معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله
قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعموا. شوفوا يعني هنا الأمر بالإنفاق، فأول ما تبادر لذهن السامعين وهم عرب دحاح وأدرى الناس باللغة العربية، فانصرف مباشرة إلى قضية الأطعام. فوقت اللي تقول إنفاق في الزمن السابق ينصرف مباشرة إلى الأطعام. أحنا توا في زماننا وقت اللي تقول كلمة إنفاق شو تف طول طول تفهم حكاية الفلوس. على كل حال، فالمسألة هذه يعني لا ينبغي أن نضيق واسعة، فيها وسع يعني، وخذا الإمام أبو حنيفة وتابعه على ذلك يعني جمع من العلماء في هذا الزمن، أغلب الفقهاء أخذوا المسألة هذه على مذهب أبي حنيفة، نظراً لأن الأمور بمقاصدها. إحنا كي ننظر للمسألة لزكاة الفطر يعني هي شرعت لغرضين أساسيين، الغرض الأول يحصل بالقيمة وإلا بالقوت اللي هو طهرة للصائم، والغرض الثاني هو طعمة للمساكين في يوم العيد، يعني تخرج زكاة الفطر حتى يحفظ ما وجه الفقير من ظل السؤال يوم العيد. فهنا المسألة تختلف باختلاف الحالة. إذا كان أنت تعرف اللي أنت يعني تعطيه ما يشرح صدره ويقضي حاجته يعني ويجعله مسرورا في يوم العيد، إذا كان ذلك بالطعام فبها ونعم، إذا كان ذلك بالمال فبها ونعم. احنا في ظل الازمه بتاع السميد نتصور الناس كلها موافقه، وكانت تهز له سميد ولا تهز له فرينه في زكاه الفطر يفرح بها ربما خير من الفلوس، خاطر كيلو ولا زوز كيلو سميد باش ياخذهم تحب له صف ومطلب او علاقات طيبه مع العطريه باش يحصلك الطريف السميد هذيك. على كل حال، فالمساله راهي فيها وسع يعني تختلف باختلاف الحال، لكن لا افراط ولا تفريط. الخطا اللي يقع للاسف الشديد هو احتكار الصحة في جهة من الجهاتين. بعض الأخيار وإحنا نقولها يعني بكل صدق اللي هم يقولوا في ذلك من باب يعني الخوف من الله، يقول لك لا تجوز القيمة وخرج كان نعمة وما إلى ذلك. لا، هذا يراه تضييق لواسع، حتى أنه الرسول لما قال فرض زكاة الفطر صاعا من كذا وكذا، هذا تبعا لأحوال وعرف ومقتضيات ذلك الزمان. وفما بعض الناس يمشيوا كذلك بتشدد من الجهه المقابله، يقول لك لا يا ودي انا قمح وانا شعير، احنا توا في زمان الدينار والدرهم وما عادش، وكانه يرفض يعني ان تخرج يعني من غالب قوت اهل البلد. هذا كذلك يعني خطا واضح، فالمساله فيها وسع يعني، وماذا بينا نشوفوا المقصود اللي هي شرعت الزكاه باش تزيد تجمع القلوب، باش الناس الكل تولي فرحانه، وإذا به يقع نقاش خاصة من غير أهل الاختصاص في المسألة هذه، يولي كالعيد هذاك يعني يولي فيه حرك ويولي فيه تبديع، وهكا يقول له لا يجوز، وهكا يقول له أنت عملت بدعة، وهكا يقول له ماهيش مقبول عليك. يا ودي مقبول عند ربي سبحانه وتعالى يعني، ومن اتبع عالما لقي الله يوم القيامة سالما. وفما أصل من الأصول معروف لا إنكار في مسائل الخلاف. احنا وقتاش ننكر على شخص لما يقع في مخالفة اتفق العلماء جميعا أنها غير مشروعة، هذه ينكر على صحيحها، لكن لما تكون مسألة فيها اختلاف الفقهاء فيها وسع فأنت تتبع من تريده ولا تنكر على غيرك، يعني لا تجعل في باب الضلال ولا في باب المعصية ما دام هو قد اتبع يعني إماما مجتهدا في تلك المسألة دي. هذا والله ورسوله أعلم. قاد بعض المستحبات وبعض الامور الجائزه المتعلقه بها ان شاء الله نحكي عليها، وفما غدوه برشا في جماعه راهم يستناوها وخرجوها بالورو ولا خرجوها بالدينار، هذه توزيعوا نحكي عليها غدوه في هذا الوقت. خرج الزكاه فطر زكاه الفطر طبعا، هل يجوز اخراجها لزوجه؟ رجل عنده المال عنده لبس عنده ثري لكن مخطئ. سي بشير قال معناها امراه رجلها غني عنده الفلوس ولكنه ما يعطيهاش الضروري من المال. مخطئ. لا، التقطير فما اذا كان يحرمها من الضروري. تحتاج. تحتاج خاطر امراه في وقتها توا. خاطر نسي راهو بسمع، نسي راهي مسالتهم حساسه برشا، هم يسمعوا فيا ويعرفوا الحكايه اكثر مني يعني. راهو نسي برشا امور تدخل في الكماليات وهي يبدا ماشي في بالها ضروري. واحنا نعرفوا كلنا كالاشكاليه اللي عند النسي اللي هي وقت ما عندهاش وين تحط الدبش، وكي تجي ماشيه بلاصه ما تلقى ما تلبس. ف
فما برشا امور تشوفها نسيه هي ضروريه ولكن هي في الحقيقه ماهيش ضروريه. فاذا كان المساله من باب هذا راهو لا يجوز. اما اذا كان ضروريه حقيقه احنا توا في عادتنا يعني دبوس الغاز حكه الطماطم طرف الكسكسي كذا هذه تدخل في الامور الضروريه. لبسان ماستر هذه يدخل في الامور الضروريه. ما زاد على ذلك في الكماليات فلا. اذا كان الراجل هذا يتملص وماهوش يعطي فيها في الضروري من النفقه يولي يجوز اعطاه. اما اذا كان داخل المساله في باب الكماليات فلا. هذا والله رسول الله ان شاء الله نكملوا غدوه غدوه باذن الله نخليه حتى 5 ولا 10 دقائق اللي عنده السؤال نساله دوم ما عادش بكري فات الوقت منها انه مازلنا عاد مش نصليوا التراويح واحد غدوه ان شاء الله اللي عنده سؤال اللي يحضر الغدوه. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.